السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون يوميا سنقوم بشرح هذا الموقع. هذا الموقع يعطي مكافأة على الفيديو، لذلك سنقوم بشرحه يوميا. سنقوم بإظهار التاريخ. كما تلاحظون تاريخ اليوم هو 30 أبريل 2021. سنقوم بإظهاره لبضع ثواني كي لا تحدث معنا أي مشكلة مع الموقع. ننتقل الآن إلى شرح الموقع. كما تلاحظون هنا تظهر الواجهة الخاصة بالموقع، هنا تظهر تطورات العملة الرقمية المشهورة وسعرها الحالي. كما تلاحظون هنا يظهر إجمالي مستخدمي الموقع وهو 15,075 مستخدم. كما تلاحظون وهنا إجمالي أيام عمل الموقع. عمل الموقع منذ 36 يوم، نتمنى أن يعمل لمدة طويلة لكي نستفيد منه. هنا يظهر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بهم والتليجرام الخاص بهم. هنا إذا كنت تريد التواصل مع أدمن الموقع في حالة واجهت أي مشكلة في الموقع، إذا كنت تريد إرسال رسالة لأدمن الموقع. لتسجيل حساب في الموقع نضغط على ساين أب من هنا. كما تلاحظون هنا تضع على الاسم الكامل، هنا اسم المستخدم اليوزر نيم، وهنا الإيميل، إيميل أدريس الخاص بك. هنا تقوم بوضع الباسورد، كلمة المرور، تقوم بإعادة كلمة المرور لتأكيد كلمة المرور. بعد ذلك نضغط على الموافقة على شروط الموقع، ثم بعد ذلك نضغط على ريجستر لتسجيل، ثم ستقوم مباشرة بتسجيل حساب في الموقع. بعد أن تقوم بتسجيل حساب في الموقع نضغط على ساين إن من هنا لتسجيل الدخول إلى الموقع. كما تلاحظون هنا تضع اليوزر نيم الذي قمت بالتسجيل به في الموقع، وهنا تقوم بوضع الباسورد أيضا. نقوم بإدخال بياناتي، نقوم بالضغط على ساين إن. كما تلاحظون هنا تظهر الواجهة الخاصة بالموقع بعد الدخول. هنا تختار العملة التي تريد أن تعمل عليها. هناك مجموعة من العمل كاللايت كوين، الإيديريوم، البيتكوين كاش، البيتكوين، دوج كوين، داج، اليو اس تي تي، ريبل، ترون، ومجموعة من العمل الأخرى. مثلا نحن نقوم باختيار البيتكوين، نضغط على بيتكوين من هنا. كما تلاحظون بعد أن تقوم باختيار العملة هنا يظهر الواجهة الخاصة بالموقع بعد أن تختار العملة التي تريد أن تعمل عليها. هنا يظهر الرصيد الخاص بك في العملة، وهنا مجموع إيداعك في الموقع، وهنا مجموع أرباحك من الإحالة، وهنا مجموع سحوباتك من الموقع. للقيام بالإيداع في الموقع نقوم بالضغط على ميك إني انفستمنت من هنا للقيام بالإيداع. كما تلاحظون هنا تختار المبلغ الذي تريد إيداعه في الموقع. هناك 0.001 هو الحد الأدنى للإيداع، نقوم بالضغط عليه. مثلا هنا يظهر أرباحك، سيعطيك الموقع 100 ساتوشي كل ساعة، وفي في اليوم يعطيك 24,000 ساتوشي، 2,400 ساتوشي عفوا، وفي الأسبوع يعطيك 16,800 ساتوشي، وفي الشهر يعطيك 72,000 ساتوشي. لإتمام الإيداع في الموقع نضغط على ديبوزيت فاندز من هنا. كما تلاحظون هنا يظهر ادريس لايتكوين الخاص به، تقوم بالضغط على كوبي من هنا، نضغط على كوبي من هنا، وستقوم بنسخ هذا الادريس وترسل لهم 0.001 بيتكوين، وستقوم مباشرة بالايداع في الموقع. للسحب في الموقع نضغط على ويدرو من هنا. انا ليس لدي اي بالانس كما تلاحظون، سوري يو هاف نو فوندز تو ميك اي ويدرو، ليس لديك اي بالانس لتسحبه من الموقع. بعد ذلك بعد أن يكون لديك بالانس في الموقع ستقوم بسحبه من هذه الواجهة. هذا الموقع أيضا يعطي مكافآت على الإحالة، نضغط على ريفيلرز من هنا. كما تلاحظون هذا هو أدرس الإحالة الخاص بك، تقوم بالضغط على كوبي لينك من هنا، نضغط على كوبي من هنا، وستقوم بنشره في جروبات على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى التليجرام، وستقوم بجلب إحالات وستحصل على نسبة مئوية من إذاعات الإحالات الخاص بك. صراحة هذا الموقع رائع جدا، أتمنى أن تعملوا عليه بالتوفيق إن شاء الله.